كان يا بلدي إني أرجع عليك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. ترددتش لحظة من قلت في الجمهورية دعيتني بها وقلت أكيد أتمنى أن أنا أكون موجود وسط كل الجموع اللي موجودة دي. فرحان جدا جدا إني بشارك في مشروع أتمنى بإذن الله يكون أفضل البلد وأفضل الشعب يعم علينا بإذن الله الخير والبركة والسلام. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي. فرحانة قوي إن أنا شاركت إن أنا جيت النهاردة وصحابي جم قبل كده وقالوا إن يعني بالأسبوعين بس عمل اكتر يعني عملوه في اقل من شهر عمل كبير عملوه في اقل من شهر يعني عملوا حاجات كبيره في المكان فانا مبسوطه جدا وبصوا انا مش بفهم في الحاجات دي واكدب لو قلت بس انه البلد محتاجه ده ومحتاجين نبان ان احنا احسن شعب واحسن بلد في الدنيا دي كلها لان احنا فعلا اطيب ناس واحسن ناس واحسن بلد فعلا زي ما العالم كله بيقول مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. على السدين كانت بتسيب مليانه بامل ان احنا نبقى موجودين في بحر الحب على الشطين. يا ليلي يا ليلي ليلي كلمة حلوة كلمتين حلوة يا بلدي. فعلا فعلا جدا كل شكر وتقدير للي قال احنا نعمل الفكرة دي وان احنا فعلا اهم حاجه ان احنا نقول ايوه هنعمل ونتكلم ونقول الفكره وبعد كده فعلا نفعل بيها او نشتغل فيها وننفذها ونبدا ننفذها. كل الطيور بتهاجم وبترجع ارضها كل القلوب العاشقه مصرها لبعضها مصر اللي بتضمنا نبض الحياة في دمنا نوهب عشانها حياتنا لو كنا بنحبها. لسه المية بتجري بدأت الموضوع يبدأ شوية بعد ممكن 3 شهور أو 4 شهور من دلوقتي نقدر نحس إن إحنا عملنا حاجة. ما نستاهلش حياة غير لما تبقى الجنة موجودة في أرضها. عايز أروح بلدي وأفتكر اللي كان وحشان اللمة الحلوة واللمة بيعزف من الحب كمان. مصر اللي بتضمنا نبض الحياة نوهب عشانها حياتنا لو كنا بنحبها.